أقول للجميع شهر مبارك وخواتم مرضية إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين وعلى من نعيش معهم في هذا البلد الكريم. نحن في هذا اليوم المبارك نقوم بعمل إفطار جماعي في الأنصرة جمايندة اليمنية شجمايندة هي إنشيلس في كلشتاين الجالية اليمنية. فنعمل هذا الإفطار حتى نلتقي بجميع الشباب ونسلم على الجميع ونكون بيد واحدة نناقش أوضاعنا، نلتقي في من أبناء الجالية الأخرى كالجالية التركية برئاسة إبراهيم والأخوان من سوريا ومن جميع البلدان. نرحب بالجميع ونقول ترحيبا حار أهلا وسهلا، إفطار شهي إن شاء الله. إحنا بصدد هذا العمل قمنا فيه بالعام الماضي بس كنا لسه مبتدئين وهالعام كان أفضل، وإن شاء الله كل سنة نقدم ما هو أفضل. إحنا نأمل من الله تعالى أن يوفق الجميع أن يأتينا بالخير لنا ولهذا البلد ولبلدنا ولجميع المسلمين.